السلام عليكم، أطرح بلش شرح شابتر 3. شابتر 3 بحكي لي عن الليفلينج. تعلمنا بالشابتر السابق لو كان عندي أرض مستوية زي هيك وبدي أحسب نقاط معينة، مسافة بين نقاط معينة، ولتكن هاي النقطة مثلا وهاي النقطة، أو مثلا هاي النقطة وهاي النقطة. كنا نعمل قياسات أفقية مثل حكينا خطوة الإنسان أو المتر أو السلاسل أو GPS وهكذا. حكينا انه عندي لما اقيس المسافة رح تتعرض لاخطاء سيستماتيك او سيستماتيك، لازم كنا انه نوجدهم 5 اخطاء حسب اعطاني ارتفاع بالنقاط اللي تحسب المسافة هاي. نحكي في عندي C5، اذا عندي ساق بالحبل كنا نحكي في عندي C4، اذا عندي درجة حرارة كنا نحكي C2، واذا كان عندي تنشن فورس كنا نحكي C3، واذا كان عندي خطأ بالحبل كنا نحكي انه طول الحبل إنه هو 30 بس هو 30.1 مثلا، هكذا. هذول كلهم شو كان اسمهم؟ الأخطاء. كنا نجمعهم للقراءة اللي أنا قستها وبيطلع معي إيش المسافة الصحيحة. هون إحنا بدنا نقيس ارتفاعات. لو عندي هاي النقطة، هاي النقطة مش إنه ارتفاعها هيك، هذه كانت مسافة أفقية، بس لو بدي أقيس ارتفاع النقطة هاي عن الأرض، ارتفاع النقطة هاي عن الأرض، ارتفاع النقطة هاي عن الأرض، هاي الأرض أو عن مكان الأرض عن مرجع معين، كنا نقيس ارتفاع، كنا اللي هي الإليفيشن يعني الإليفيشن، كنا أو حكينا راح نستعمل اللي هو شابتر 3 وراح نستعمل ميزان الليفل. طبعا في أجهزة ثانية بس إحنا شابتر 3 الليفلينج. فالليفلينج هي عبارة عن وجد الارتفاع للنقاط. في الريفرنس داتا اللي هو المرجع اللي أنا بقيس منه الارتفاع، بكون بعد الصفر يعني مثلا مستوى سطح البحر. تعرف منها شبيها، قلنا انه الاليفيشن هي المسافة العمودية من النقطة لحد الريفرنس داتا من هو المرجع. بنش مارك هي نقطة لوم ارتفاعها. يعني انا هسه نيجي لهذا الشكل، او هسه بحكي لنا شو البنش مارك. هسه لو نيجي لهذا الاشي هو الليفل، هذا الجهاز اللي انا بقيس في ارتفاع النقاط. طبعاً ان شاء الله بتخذوه باللاب التجربة الثانية. عندي هنا في اسمه البابل، هاي البابل اللي بتخليني أتأكد إنه الميزان معي مستقيم، يعني إنه مثلا أقيس مسافات إنه بحيث يكون عندي مستقيم، يعني لو كان مايل في المسافة معي مش صحيح فيها إرر، عودنا فيها إرر. في بابل لازم تكون بالنص، بكم تثبت تحريكها من هون ومن التريبود اللي هو الجهاز يعني المثبت اللي بحط عليه الجهاز، بتشوف أجهزة المساحة كيف تلاقي هذا فوق هذا. عشان أحرك شايف فايلو 3 جرام، وهذا الرد اللي بقيس. يعني أنا بمسك الليزر اللي فوقه، مش ليزر، بمسك العدسة اللي هناك، أنا بطلع عليها بشوف عندي هاي أو هاي أو هاي حسب المصادر اللي عندي. الردات اللي عندي لا، طبعا طريقة القياس إن شاء الله يعني عادي بيكون إنه بقيس. في عندي هنا قراءة، عندي هنا قراءة، عندي هنا قراءة. انا باخذ بالعاده الافرج للقراءات او القالب، ان شاء الله طبعا بيكون محكينا بشكل كامل، وان شاء الله بالاب تخوها بالتفصيل. يعني مش راح يجي يرجين رسمي كل شو القراءة عندك هون، لا ان شاء الله تخوها باللاب كامل بالتفصيل. يعني اللي اخذ اللاب في داعي يعني هذا الحكي اللي حكيته باخذ هو الحكي الصح. عندي انواع الليفلينج، في عندي ستوديونال ليفلينج وفي عندي جريد ليفلينج. الليفلينج ان شاء الله بنحكي عنه شابتر 4. الستوديونال ليفلينج كانوا بعض الشابتر هو لو أنا عندي بدي أعمل ميزان ليفلينج، يعني ميزان عملية قياس ارتفاع نقاط لخط طولي زي هيك. مثلا لو وجدت ارتفاع نقطة 1 2 3 4 وهكذا، لو وجدت الارتفاعات هاي. طيب سنرجع نحكي، يعني بدي أوجد ارتفاع 8 نقاط هذول. 8 نقاط هذول ارتفاعهم جهول، بقول لك لا، في واحدة معلومة هي بنش مارك. هي بقول لك the elevation of the first point، مش شرط first point، بقول لك should be the benchmark، يعني نقطة معلوم ارتفاعها. يعني لو جيت حكيت لك أنا سطح الأرض، هذا الداتا من عندي زمان، المسافة من سطح الأرض للنقطة هي ال elevation، تمام؟ بقول إنه هاي النقطة معلوم ارتفاعها، لو مش معلوم بتفرضه أنت، معلوم افرضه يكون 100 متر مثلا. هذا ايش معلوم بسموها بنش مارك. النقاط الثانية سنحكي عنهم واحدة واحدة شو اسمائهم بتكون. انا شو اللي بصير عندي مثلا، باجي بحط الميزان هون
تحط الميزان هون، ميزان المركب العادي بثلاث نقاط هيك، اللي هي الإجرين إله. أنا بجيب أغير الشعاع زي هيك، يعني الشعاع زي هيك تمام. إذا بتلاحظ أن النقطة واحد أنا بقدر أشوفها، نقطة بقدر أشوفها، نقطة ثلاثة بقدر أشوفها، نقطة أربعة ما بقدر أشوفها. فبالتالي شو بصير عندي؟ بضطر أحرك الميزان مثلا لهون. شو بعمل بعدين؟ بطلع بشوف نقطة أربعة، بشوف نقطة خمسة، نقطة ستة بقدرش أشوفها. برجع باجي بحط الميزان هون، طلع نقطة ستة بقدر أشوفها، نقطة سبعة بقدر أشوفها، نقطة ثمانية بقدر أشوفها. بتلاقيني اضطريت إني أنقل الميزان مثلا ثلاث مرات. طبعا أول نقطة من ورا بقدر أشوفها أسميها باك سايد، وآخر نقطة بقدر أشوفها اللي كانت هون نقطة أربعة بسميها فور سايد. النقطة هاي اللي بتلاحظ من هون لو أنا جيت لهون طلع إلها قراءة، ولو جيت من هون إلها قراءة، إلها قراءتين، بتكون من هاي الجهة باك سايد، هاي الجهة فور سايد. النقطة نسميها تيرنينج بوينت، بس تلاقي تعرف كنت على حل توضح معك. النقطة بيناتهم يعني زي النقطة 2 زي النقطة 5 النقطة 7 نسميهم انترميديت سايد، يعني نقطة في المنتصف. فعندي أنا أربع نقاط، أول شيء البنش مارك نقطة معلومة، عندي الباك سايد هاي أول نقطة بشوفها في الميزان، فور سايد آخر نقطة بشوفها في الميزان، عند الانترميديت سايد هي النقاط اللي بين الباك سايد والفور سايد، عند التيرنينج بوينت نقطة إلها باك سايد وإلها فور سايد وراها. يعني دائما نستنتج أي فور سايد في بعدي باك سايد إلا آخر نقطة، إلا آخر نقطة. إن شاء الله مع الحل هاي. هاي عند زي ما أنا حكيت، أنا باجي بحط الميزان مثلا أول مرة هون، بعد بحطه هون عادي، شرط بالنهاية بحط الميزان النقاط اللي بتقدر توجد ارتفاعاتها. أنا عندي هون إذا بتلاحظ الريفرنس داتا، هسا بشرح لك القوانين أو اللي كيف أنت تحل. إيش باجي معمل؟ أنا أخذ زي ما هو حط الميزان، فأنا الميزان عندي هون، الميزان عندي هون. بعمل هذا، قلت لك أن نقطة واحد لتكن هي بنش مارك، بالتالي هاي النقطة اسمها E1 Deviation 1. هون كله بتلاقي مجاهيل، إن شاء الله لما نحب بتلاقي هنا ارتفاع. هسه هذا الخط، هذا الخط نسميه خط البصر، البصر يعني شو شايف؟ يعني أنا بقيس بالميزان، بقيس هيك صح، بحط الشعاع وبشوف. هذا اللي شفته أنا، إنه أنا البصر بشوف عندي من نقطة واحد لنقطة ثلاث مثلاً. يعني هسا شو بصير عندي؟ بصير عندي كالتالي: الارتفاع هذا لون أحمر، هذا ارتفاع التريبيو، الارتفاع الرد، مش أنا بحط لو نرجع لهون حكينا نحط هذا الليفل على التريبود، هذا بصير أطلع الرد تبعي، هذا الرد مكان النقطة تبعتي وبشوف ارتفاعها. هذا هو الريدنج، القراءة هي مثلا R1 تمام. تمام، يبقى أنا هسه هاي ماشي معي القراءة هاي بقدر أجيبها، القراءة هاي بقدر أجيبها، القراءة هاي بقدر أجيبها، القراءة هاي بقدر أجيبها، كل القراءات بقدر أجيبها. بس فكرة ارتفاع النقطة هاي، طب كيف بدي أجيبها؟ أجيب ارتفاع النقطة هاي بقول لك سهل بكل بساطة، بكل بساطة. بس أول شيء بنحكي عنه هون الميزان، أول نقطة دائما باك سايد، آخر نقطة دائما فور سايد. لاحظ إنه هون باك سايد وآخر نقطة شوف الميزان هي وضع هي النقطة ثلاث، لهاي النقطة إيش؟ فور سايد. إذا هون باك سايد وهون فور سايد، في بيناتهم انترميديت سايد دائما بالنص. فاللي بصير عندي بكل بساطة، باجي هسه بحكي هذا خط البصر تمام، هذا خط البصر. شو بحكي؟ كي والله بكل بساطة البصر هذا شو بيساوي؟ بيساوي نكتب هون بس R1 الأولى. بكل بساطة بقول لك خط البصر هذا بيساوي ارتفاع مستوى سطح البحر أو مستوى الداتا هو E1 R1. بالتالي HI لو خط البصر بالوضع الابتدائي عبارة عن E1 R. يوجد نقطة اثنين، ارتفاع النقطة هو هذا كم؟ R قصدي
تعرف ما تذكرت اي تو. طب وهذا ايش اسمه لهون؟ ار تو. طيب لي برضو اتش اي شو تساوي عندي؟ تو زائد ار. طيب هون هون انا اي 1 معي معطاه مارك، ار 1 احنا نقراها قراءة من الجهاز، فبالتالي اتش اي صارت معي. طب هون تو معي؟ لا تو معي اه اتش اي، ما هو اتش اي نفسه بالوضع الابتدائي نفسه اتش اي معي، فبحكي اي 2 ببساطة هو عبارة عن اتش اي بس ار 2. طيب الاليفيشن نقطة 3 الطريق بحكي هاي اي 3 هاي ار 3، بحكي اي 3 بتساوي اي اقص ار 3 ساطي يعني. بس 4 بقدر اطبق عليه نفس المبدا، لك لا وقف وقف. ليش خط الطرف هون ارتفاعه مش نفس خط الطرف هون؟ ليش؟ لان الميزان غيرت مكانه. بالتالي ارتفاع نقطه 3 معي، قراءه هاي معي اللي هي الباك سايد من الجهه الثانيه معي، بحكي انه اتش اي الثاني هذا اللي هون لو سمينا هذا اتش اي 1 هذا اتش اي 1 هذا اتش اي 1 هذا من الجهة الثانية تصير معي اي 3 كأنها بنش مارك. عشان بطبق القوانين اللي طبقتها هون بطبقها على الوضع هذا، وبس اخلص برجع بطبقها على الوضع هذا. بحكي اتش اي تساوي 3 زائد ار 3. اي 3 معي وار 3 معي اتش اي 2. طب قديش اي 4؟ 4 بكل بساطة انا معي اتش اي 4 او معي اتش اي 2 معي ار 4، فبحكي اي 4 بتساوي h i 2 ناقص r 4 وهكذا. 5 نفس الطريقة، 6 نفس الطريقة، بعدين هون بصير عندي turning point. برجع باجي بحط الميزان هون، انا معي e 6 ومعي ال r 6 من الباك سايد، وهم لبعض بيعطيني ال h i 3 بعدين h i 3 ناقص r 7 بيعطيني e 7 الأخيرة نفس الشيء. فهيك القوانين. هسه ان شاء الله مع الحل كيف، بس انه الفكرة انفهمت. الفكرة انه انت كل سؤال ترسم الرسمة. ليش؟ مباشرة تتخيل مثلا هاي هي البنش مارك خط الصفر، الفرق بينهم هو الاليفيشن. هذا الفرق هون انا معي هاي معي هاي مسافة، فالفرق بينهم اللي هو هذا اللي هو هاي المسافة كاملة معي معي رجيبها نفس الشيء، هاي كاملة معي انا المسافة من هون لهون اللي هي الريدنج معي من الميزان هاي هكذا بطرح من بعض مسافات. هون بقول لك الباك سايد الفيرست ريدنج ان بوزيشن ليفل، اول قراءة تقراها بالميزان، فور سايد اخر قراءة، فدائما اول قراءة واخر قراءة هم باك سايد فور سايد. وهون نفس الشيء لما حطيت الميزان هون صارت هون اول قراءة صارت هون اخر قراءة، بقدر اشوف الوضع هكذا. انترميديت سايد هي بالنص اللي بالنص تكون اكثر من واحدة. تيرنينج بوينت turning point هي النقطة اللي بصير عندها back side فور سايد بنفس المكان، لأن turning point نقطة تحول وضع الميزان. تمام، هذا الإشي هون. فهم قاعد بشرح الكالكوليشن زي ما أنا حكيت لك، من واحد هي بنش مارك ل h i تساوي e 1 زائد الريدنج الأولى. النقطة شو ارتفاعها؟ e 2. طب أنا معي الريدنج بس معيش e 2، بس أنا معي h i طيب بتساوي R A I و E2 بتساوي H I ناقص R. لذلك R3 مع ال H I ومع ال R3 H I ناقص R3 بيعطيني E3. 4.1 بقول لك H I E1 زائد R1، مع انه E1 اوكي يعني دائما اذا النقطة اللي معي ارتفاعها بقدر اجيب H I من خلال هذا القانون. النقطة اللي معيش ارتفاعها وبدي ارتفاعها بحكي ال H I ناقص قراية، تعرف H I تاخذ عشان اكثر تقرر الرسمة لازم ترسم الرسمة. عندك الماثماتيكال تشيك، الماثماتيكال تشيك هو قانون بس يبين لك انه ارقام صح، بس هي بالاصل ممكن تكون خطا، بنحكي عنها بالفيديو الجاي، ممكن تكون خطا. الفكرة طريقة الحل انه الجمع والحل هي صحيحة ولا لا، ببساطة هذا مجموع الباك سايد ناقص مجموع الفور سايد تساوي اليفيشن للاست ناقص اليفيشن للفيرست. ان شاء الله هسه بحكي لك. نيجي للمثال، في عنا امثلة كثير ان شاء الله راح مرة واحدة. تيجي معك السؤال يا رسمي يا نص، بس بشوف كيف. هذا بكون معك بالامتحان فاضي، بكون معك هاي 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 واي، بكون معطيك نقاط 8 بعطيك 20 نقطة
عشان يخربطوك. أنت الثمانية أنت تحددهم، تمام؟ تحددهم، فأنت بكون معطيك هذول، وأنت بتعبي الحفر، تمام؟ أنت بتعبي الحفر. بس أنا قبل ما أعطيك الحفر، فرضا يعني أنا ما شفته يعني، يعني بعبي لك إياه أنا، وراح يطلع معك نفسها، تمام؟ إحنا نجي للرسمة. الرسمة السؤال هو أعطاني رسمة following figure is required to find the elevation of all points، مطلوب منك توجد ارتفاع كل النقاط علما بأن نقطة واحد ارتفاعها 100، نقطة واحد ارتفاعها 100، يعني هاي بنش مارك 100. المسافة بين كل نقطة ونقطة 20 متر، ما بتفيدني هسه، تقول لي قد في كل خطأ بالحسابات ولا لا، يعني اعمل ماثماتيك. كيف نحل السؤال؟ ببساطة نعمل جدول زي اللي هناك. أنا لأنه هون بشرح ورقة وقلم فبتطبق على الإكسل، بس خلينا نجي هون. طيب هون نفس الجدول، يجي نحط هون أول شي البوينت، بدي أحط الباك سايد on the right side on the far side on the left side on the elevation on the distance وهون 20 marks. بس انت هذا هيك بكون جدول معك، بس وبكون هو حط لك نقاط معينة، بس لأ أنا بدي أعبي لك إياهم. نجي للرسمة زي ما كانت. إيش هذا تكبر؟ اه طيب عندي زي هيك راح اروش والله. عندي بلاحظ ان الرسمة انه عندي هون الميزان وضع الاول، وضع الثاني، وضع الثالث. اول شغلة قال لي الاليفيشن للبوينت 1 هي 100، فانا باجي بحط له هون 100، تمام. ايش البوينت؟ البوينت 1. طبعا اول شيء بدك تعرف قديش النقط. اول شيء هاي نقطة 1، هاي نقطة 2، هاي نقطة 3، هاي نقطة 4، 5، 6، 7، 8. فالكون هون معطيني رسمة، انا خلص عرفت شو النقاط. بس في الامتحان هسه بتشوف كيف الاسئلة الجاية ما راح يكون في رسمة تحدد قديش عدد النقاط. عندي هون 2 بعدين لحد 8، يعني عندي 8 نقاط. الباك سايد دائما قلنا اول نقطة اخر نقطة هما باك سايد وفور سايد، فبالتالي باك سايد هاي راح تكون فور سايد وهاي راح تكون باك سايد. قديش قراءتها؟ 3 2 1. هاي قديش قراءتها؟ فور سايد، تمام. يعني الفكرة هاي النقاط المعطيات اللي انت بدك تعرف تعبي. فكيف يعني بدك تعبي؟ بدك تعرف انه هاي مثلا باك سايد فور سايد، دائما اول نقطة باك سايد فور سايد. آخر وضع بالميزان معناته هاي الواحد 8 5 هي فور سايد، دائما كل فور سايد في باك سايد، فالتالي هاي باك سايد، هاي اي سايد، هاي اي سايد، هاي اي سايد، هاي فور سايد، هاي باك سايد، هاي اي سايد. هيك انا هيك بوصل النقطة. يلا القراءة الثانية هي اي سايد 2.66، القراءة الثالثة هي فور سايد 1.85، تمام. لاحظ النقطة 3 قراءتين، القراءة اللي هون هي باك سايد 2.31، تمام. نقطة 4 هي انترميديت سايد هي 3.11، نقطة 5 هي برضه انترميديت سايد 3.15، نقطة 6 هي لها قراءتين في لها فور سايد 2.86، باك سايد 2.4، نقطة 7 انترميديت سايت، نقطة 8 اي سايت هي. فهيك انا عبيت الجدول، هيك انا عبيت اول خانات بالجدول. اذا فضل يفضل شو تعمل؟ موضع الميزان يعني هذا الموضع الاول شو قرأت منه؟ قرأت من نقطة 1 2 3، شو تعمل؟ تعمل خط الميزان تبعه. الوضع الثاني قرأ 3 و4 5 و6، زي هيك قرأ هذول. الوضع الثالث قرأ اللي ظل،
ما هو عمل الدكتور عمل هيك إنه قرأهم، خلني أفكر. سمك سيك هيك الطبخة اللي بعدها هيك. هسا إيش نحسب؟ نحسب الضرب distance. distance عن أول نقطة، النقطة الأولى بتقطع بعدها صفر نفسها، زين حكالي 20 المسافة بين كل النقاط، 20 40 قد إيش لحد آخر نقطة 140 بتكون 20 40 86 لحد 140. هسا الـ HI طبعا في الريميكس، لازم الريميكس تعرف أول نقطة هي باك سايد وبنفس الوقت إيش هي بنش مارك، بتقول إنه هاي بنش مارك. النقطة اللي لها قراءتين إذا نقطة ثلاث نقطة تيرنينج بوينت، النقطة هاي تيرنينج بوينت يعني لازم تحط إياها. شايف طلع بنش مارك تيرنينج بوينت تيرنينج بوينت عشان تميز يعني. يلا لحد إيش؟ لحد لاحظ. يلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعرف نوجد الـ HI والإليفيشن، مطلوب منا نوجد ارتفاع النقاط، كيف تجيب ارتفاعهم؟ والهاف كيف بعمل؟ أنا هناك امسح هذول كيف تجيب ارتفاعهم؟ مش حفظ الشغلة، قلت لا تحسب اتش اي، قول والله الاي زائد الريدنج، تحسب الاليفيشن كل اتش اي ناقص الريدنج عشان ما تتخربط، هي الطريقة اسهل عادي. انا هون ها طلع شو بعمل؟ الاتش اي ايش بيساوي؟ هو الاليفيشن زائد الريدنج تمام؟ شو الاتش اي؟ ما هو نفسه بالموضوع هذا. طب الاليفيشن شو هو؟ الاليفيشن راح تقول لي والله عبارة عن الـ HI ناقص الـ Reading تمام؟ الـ Elevation شو بتساوي؟ الـ HI ناقص الـ Reading راح تتخربط. أي Reading أخذ؟ 1.85 ولا 2.31؟ راح تضرب على الحظ معك وتقول والله هاي ليش؟ بعدين هون قديش تجي هذا ميزان ثاني، موضوع ثاني، قديش الـ HI؟ تقول لي والله عبارة عن الـ Elevation زائد الـ Reading. أي Reading هاي؟ قول لي بالك هاي ليش؟ تسألني ليش؟ شو أنت اللي بتعمل؟ أنت بتخبط. بقول لك آه شوف كيف تطلع لك نفس الأرقام اتش اي فاشن هي اتش اي ناقص الريدنج. هاي الريدنج هون نسيت هاي الريدنج اتش اي الريدنج بعدين باجي هون الريدنج هاي. بقول لك كيف تطلع معك الأجوبة. انت بدك تحفظ حفظ والله حدث خطأ عندي، حدث خطأ عندي هون ترى، بس هون هاي شايف وضع الميزان 104.05 ثابت. ابصر شو هاي بدها تساوي اتش اي ناقص الريدنج، وهاي بدها تساوي اتش اي ناقص الريدنج. انا كنت عامل هاي شايف طلعت لك نفس الارقام تمام. بقول لك لا اصحى معي، ابدي اياك هيك، ابدي اياك تفهم فهم تمام، بدك تفهم تفهم. أول شيء الأشياء اللي أنا بدي أحطها بدي أخليها بالأحمر، خلاص إحنا لا أخليها نرجع يلا دياك من الرسم نفسها، دياك من الرسم نفسها. أنا بعرف إنه هاي إليفيشن الأولى اللي هي 100 تمام، هاي إي 1 هاي 100، هاي القراءة إيش 3.21، فبالتالي اتش أي اللي هي المسافة من هون لهون سواء هون ولا هون ولا هون نفسها عبارة عن elevation 1 زائد الريدنج، فبالتالي الـ HI الأولى هي elevation زائد الريدنج. الريدنج الريدنج 3.21 تمام تمام. هسا الـ HI هون نفسه وعند النقطة 3 هو نفسه بالنسبة لهي الجهة الثانية بيختلف تمام. فالـ HI عندي فيش داعي تعبي elevation. شو الإليفيشن بيساوي؟ هزك الإليفيشن للنقطة 2 ها، أنا بشتغل للنقطة 2 شو بعمل؟ والله الإليفيشن للنقطة 2 بيساوي بيساوي والله الـ HI ريدنج هاي اللي هي 2.6 تمام. انا بشتغل والله الاليفيشن بده يساوي عبارة عن الـ HI ريدنج تمام. النقطة ثلاث، نقطة ثلاث قديش الاليفيشن تبعها؟ اللي بكل بساطة هو الـ HI ناقص الريدنج الصغيرة هاي. يلا الـ HI ناقص الريدنج، ايش الريدنج اللي هون؟ 1.85 8.5 ايش قلنا انا هاي فورسايت، فبالتالي طرحت الفورسايت هيك انا عملت فورسايت ما طرحت هاي. يلا بنحسب الـ HI للوضع الثاني للميزان ببساطة عن ال... ها ما ادري شو هاي
الوضع الثاني للميزان صح؟ ايش الفيشن له؟ ايش ارتفاعه؟ عبارة عن ارتفاع النقطة 3 هيدا الريدنج باك سايد اللي هون، بس ارتفاع هذا ارتفاع زائد هذا، ما هذا ارتفاع معي 101 هذي او 101 زائد الباك سايد للنقطة 3. يلا الاليفيشن للنقطة 4 وبحكي بحكي عبارة عن خط نظر كامل اتش اي اللي انا طلعت ناقص اللي 3.11 وهذا ناقص القراءة هون مثل شيء هو عبارة عن هذا ناقص القراءة بين هون راندي تيرنينج تجربة الارتفاع اللي هون مثل شيء هذا ناقص قراءة الفور سايت اللي هو هون ها هون صرت 6 تجيب الاليفيشن لها هذا ناقص المسافة فيها بعدين بدي اجيب هسه الاتش اي اللي هون شو بيساوي الاليفيشن لهاي زائد الفور سايت اللي هون الاتش اي بساوي هاي زائد الاليفيشن هسه بدي اجيب الاليفيشن بساوي الاتش اي ناقص القراءة بعدين الاليفيشن اللي هون بيساوي الاتش اي ناقص القراءة شايف طلع معي نفس القيم هسه ايش انا حكيت لك الماثيماتيكال تريك هو السم مجموع له بقول لك هو مجموع الفور سايت وهي هاي زائد هاي زائد هاي ومجموع الفور سايت هاي زائد هاي زائد هاي معك 4.41 فبجي بقول لك هاي بس هاي كم بيطلع 3.35 طيب هاي هاي كم بيطلع 3.35 طلع معي نفس القيمة بقول لك ما تحلك صح القانون شو قال الماثيماتيكال مجموع الاكسايد ناقص الفور سايت بيساوي ارتفاع اخر نقطة ناقص ارتفاع اول فانت بالامتحان فعليا مطلوب منك ايش اذا عبيتهم زي هيك اخذت علامة كاملة على السؤال بحتاج تتابع علامات علامات وهكذا تمام في الفكرة انه تعبي له اياهم كيف تعبيهم بس هاي القانون انا عندي هاي القانون عندي لكن اما ال HI elevation زائد reading HI elevation هو HI ناقص reading بس لازم تعرف اي HI تأخذ واي reading تأخذ تعرف من الرسمة خلاص elevation هاي خلاص هو HI ناقص reading هاي او HI ناقص reading هاي حسب شو معك بالسؤال ايش الاليفيشن اللي معك طبعا السؤال الثاني هي نص مش رسمي لازم نسبته اللي making a longitudinal filling for a center line قلت انه انت نفس الشيء قال لك القراءات كانت كذا 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 اظن هون كم قراءة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اظن مش معناه انه 10 بوينت اكثر the 5 and 6 are turning point للنقطة الخامسة والنقطة السادسة turning point تمام ركز النقطة الأولى هي back side النقطة الأخيرة هي for side دائما معناته هاي بدها تكون هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة هاي النقطة الرابعة هاي النقطة الخامسة النقطة الخامسة turning point في النقطة الخامسة turning point يعني هاي كاملة خمسة واحد اثنين ثلاث وقال لي النقطة السادسة يعني برضو هاي turning point سبعة يعني طلع معي كم من نقاط إلى هون يلاحظ نقطة واحد باك سايد نقطة اثنين اي سايد نقطة ثلاثة اي سايد أربعة اي سايد نقطة خمسة هي ها تيرنينج بوينت ها 3.12 و 0.98 حتكون طبعا تيرنينج بوينت بين فور سايد باك سايد هي فور سايد هي باك سايد هي انترميديت سايد intermediate side intermediate side intermediate side back side intermediate 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 ثلاث intermediate four back four back intermediate four ايوه لاحظ عملتهم هاي النقاط صارت عندي هيك لاحظ ثمان نقاط عبوهم بالجدول هسه لاحظ كيف عبي خلص مش راح تعمل على الاكسل هسه شو قال لي نقرا هسه نرجع للسؤال قال لي long that elevation of the first point is 22 متر يعني ارتفاع أول نقطة 22 متر اللي هي بنت مارك المسافة بين النقاط 20
ليش النقاط المساوية نقاط 20، الريمير اللي بنش مارك تيرنينج بوينت 50 تيرنينج بوينت 30. الارتفاع الأول 22 بنش مارك. هسه ايش المعطيات؟ باك سايد سايت نقطة 3 اي سايت نقطة 4 اي سايت نقطة 5 ايتها 4 ايتها باك سايت. تمام، ملاحظ وضع الميزان الاول دائما بوينت وضع ميزان وضع ميزان التوصيلة هاي بتكون بين اول باك سايت واخر باك سايت وضع الميزان. فالقيمة اجت ببساطة بعرف انه ال HI elevation بعد ريدنج 22 زائد 1 23. طيب شو ساوي الإليفيشن؟ HI ناقص ريدنج. إليفيشن هون HI ناقص ريدنج من الرسمة، لحالك رسمت الرسمة. القيمة إيش؟ HI ناقص ريدنج. طيب القيمة هاي كم؟ HI ناقص ريدنج فور سايت. بعدين جيب هاي كيف؟ بقول والله هاي بعد الريدنج. جيب القيمة هاي HI ناقص ريدنج. جيب القيمة هاي إليفيشن بعد ريدنج اللي هون HI ناقص ريدنج هون HI ناقص ريدنج وهكذا. يعني إذا بدك تحفظ دائما بحكي أول واحد أول HI elevation زائد ريدنج. يعني إذا بدك تحفظ بعدين مرة هاي ناقص هاي هاي ناقص هاي ناقص هاي بعطيك هاي برضو هاي تجيب هذا الرقم بحكي هاي ناقص هاي تجيب هذا الرقم بحكي هاي زائد هذا الرقم هاي ناقص هاي هذا الرقم هاي زائد هاي الأولى زائد هاي بعطيك هاي هاي ناقص هاي بعطيك هاي. يعني بس إذا بدك تفهم هيك يعني دا يعني إذا بدك تحفظ حفظ الـ elevation بتساوي HI ناقص الفورساي elevation الـ elevation بتساوي HI ناقص السايت أو intermediate سايت. تمام، لاحظ هون يجيب هاي الإليفيشن يجيب عن HI. أما إذا بدك تجيب الـ HI أكو عبارة عن إليفيشن زائد الريدنج. شو الريدنج؟ سايت سايت سايت. يعني إذا بدك تحفظها ففيش داعي تحفظ، ارسم الرسمة زي ما نعمل، تخيل الرسمة بعدين تطرح القيمة هاي هاي ناقص هاي كي هاي ناقص هذيك طبعا كسالب 1.73 وانا قمت صح. طيب السؤال الثالث، طبعا الفيديو طول بس مش مشكلة. يقول لي taking a longitudinal leveling for a center line نفس الفكرة نفس القطاعات. قال لي the third, seventh and ninth reading back side. قال لك reading point هاي back side. قال لي هذول هم back side يعني النقطة الثالثة side عشرة. للنقطة سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة باك سايت. قلي ريدنج، لو قال لي نقطة بتطلع بتشوف شو النقطة بعدين بتكمل. والتاسعة قال لي باك سايت. دائما بعد كل باك سايت في فور سايت، قبل باك سايت في فور سايت، هاي قبلها فور سايت وهاي قبلها فور سايت. بالتالي انت عندك هاي تيرنينج بوينت، عندك هاي turning point، عندك هاي turning point، كاي foresight، فبالتالي عندك eyesight هون، عندك eyesight هون، فأنت وصل معنا نفس الإشي، أيوة backsight turning point، لا ليش عمل هيك؟ هاي هيك طبعا، sight backsight بعطيك turning point، يلا، تعمل من أول نقطة آخر نقطة بلعبش فيهم، sight foresight بعدها eyesight eyesight تمام صح. بعدين سايد باك سايد فور سايد باك سايد فور سايد. اتاكد ليش حاط في شيء ناقص. باك سايد وهاي فور سايد. انقل للنقطه الثالثه هاي القراءه الثالثه باك سايد. للخامسه خامسه السابعه قال لي هاي باك سايد، قال لي التاسع باك سايت. فبالتالي دائما كل باك سايت في قبلها فور سايت. بالتالي التيرنينج بوينت عندي هم
اي اي مثلا عندي انترميديت سايت هون، انترميديت سايت هون، هيك الصح. تمام، ف لاحظ قال لي elevation of third point 48، يعني البنش مارك هي عندي أساسية مش النقطة الأولى ولا 120. يلا عندي 7 نقط مش 8، مش أنا قلت لك الجدول راح يعطيك مثلا يخربط 7 نقاط. بس ركز هسه عندي مش أنا أحسب أنقل وضع للميزان. طبعا وضع الميزان وين؟ تيرنينج بوينت، عندي 3 تيرنينج بوينت، فعندي 4 مواضع للميزان، 1 2 3 4. يعني دائما وضع الميزان بيساوي عدد تيرنينج بوينت زائد 1. الوضع الأول هيو هذا وهذا، الوضع الثاني بقرأ هذا وهذا وهذا، أيهم؟ الوضع الثالث بقرأ هذا وهذا، أيهم؟ الوضع الرابع بقرأ هذا وهذا، أيهم؟ تمام. بس عشان أوجد الارتفاعات أنا مين عندي البنش مارك؟ هاي البنش مارك. بس أنا صعب أتخيل مين أجمع وطلع عشان أجيب الـ HI. بقول لك ارسم الرسمة، الله بعيننا خلينا نرسم الرسمة. كل أو أرسمها، يعني لو طول الفيديو عادي أقول لك قيمة الفيديو بعدين برسمها. تمام، هاي الرسمة طلعت معي. أول نقطة هي بتقرأ بين 1 و2، ميزان بقرأ بين 3 و5، هاي بقرأ من 5 ل6، أيوه، الأخير بقرأ من 6 ل7. تمام، بس إيش بعمل؟ أنا عندي هذا الديتم، تمام، عندي هذا الديتم، معطيني الإليفيشن النقطة الثالثة، هو الإليفيشن إلها 48. إنت شو بعمل؟ بس بحط القراءات، فين بحط القراءات؟ أول شيء خط النظر، خط النظر، خط النظر هون، هذا هيك، بس، تمام، بس هيك، إيش النقطة 3، نقطة 2، هون تنتهي، هي بيصير إلها قراءتين، بيصير إلها باك سايد وفور سايد مثلا هيك. بالتالي هذا خط النظر الثاني، الميزان هذا، نكبر الميزان، نسوي هيك، بالتالي ماشي مع خط النظر زي هيك، لحد هاي النقطة، إن هاي بيكون لها قيمتين، مثلا، هيك، قيمتين، بالتالي الميزان عندي هاز، بيكون هون. بس يعني رسمت رسمة قريبة بعدين بلشت أعدل، يعني بس أرسم رسمة قريبة بعدين عندي هون خط النظر. يلا معي ارتفاع النقطة، عندي ارتفاع النقطة 3، معي قراءتها، قراءتها إيش يعني؟ المسافة هون الزرقاء من هون لهون، بس هي هاي كم نقطة 3 قراءتها؟ 2.31، 2.31. بالتالي اتش اي وضع الميزان اللي هون من 2 ل 5 عبارة عن 8.31. ثمانية وأربعين زائد 2.31 كنت ايش اعطاني؟ 50.31. هذا الجدول لو بدك تتخيل او تحفظ زي ما قلت لك، لو بدك تحفظ يزبط معك، لازم ترسم الرقم. 48 زائد 2 50.31، 50.31. شوف كيف طلعت الفايل اللي هون. بس اذا بدك تجيب ارتفاع النقطة هاي، انت تجيب ارتفاع النقطة هاي سهل. كيف؟ يقول لك هي ال HI ناقص الريدنج اللي هون. شو الريدنج اللي هون؟ الباك سايد، باك سايد النقطة 2، هي لها باك سايد وفور سايد، مين باخذ؟ الباك سايد. بالتالي الفيشن للنقطة 2 هو ال HI طلع معي هو 50.31 ناقص ريدنج، ريدنج كم؟ 1.85. كم إليفيشن نقطة 2؟ 48.46. كالكوليتر، أنا لو عملت جدول أحسن لي من على إكسل زي قبل شوي، بس مش مشكلة. بس 50.31 1.85 48.46، أيوه 48.46. أنت مستحيل تلقط إلا هاي. يلا صارت معي كم؟ 48.46. بعمل هسه اجيب ال HI هذا مشان اجيب ال elevation للنقطة 1. كيف بدي اجيب المسافة هاي؟ سهلة،
خلاص بطل صعب علي، هي الإليفيشن للنقطة 2 زائد الارتفاع. هذا الارتفاع ايش؟ الفورسايت لوضع الميزان الأول، الفورسايت 1.66. فبحكي عبارة عن اي وهذا لو سميته يساوي عندي 48.46 زائد الريدنج اللي هي 1.66. كم تطلع معي؟ تطلع معي 50.12. تأكد أنا لازم يكون كل شيء صح مشان متحكوش بحل غلط. 50.12 تمام. هسه لما جبت 50.12 كيف اجيب الاليفيشن؟ نمشي طبيعي 50.12 ناقص الريدنج. ايوه هسه هي كامله 50.12 ناقص الريدنج هاي 1.2 الاليفيشن النقطه 1. هيها 50.12 ناقص الريدنج كم الريدنج؟ 1 معي 48.9. والله هيك انا ايش جبت؟ خلينا نمسح الخرابيط هاي. هيك انا شرحت لك كيف انا مشيت عكسي، طلعت كنت دائما بنزل من تحت من فوق لتحت، هسه انا من تحت لفوق. اكمل هون بس هون مع الاليفيشن صح؟ لي اه جيب الاليفيشن لهاي النقطة. بكل بساطة الاليفيشن النقطة مين؟ النقطة 4 على أي وضع ميزان؟ طيب اللي هي هاي 50.31. بكل بساطة هي 50.31 ناقص ريدنج 50.31 ناقص الريدنج. ها 50.31 ناقص الريدنج كم الريدنج؟ للنقطة 4 أنا بحسب 3.12 40.19. أحسب للنقطة هاي بقول لك 50 ناقص 4 سايت. ليش؟ نقطة 5 سايت يكون عندي ال HI 50.31 الريدنج اللي هون هي الفورسايت. بدي احسب النقطة اللي بعدها بال HI هذا كيف بحسبه؟ ارفع نقطة 5 معي زائد الباك سايت من هون للنقطة 5 تعطيني هذا الارتفاع. يعني بدي احسب الاليفيشن للنقطة 6 كيف؟ الارتفاع هذا زائد الريدنج للفورسايت ناقص الريدنج. يعني بدي احسب الاليفيشن هذا ال HI اللي هو هذا كيف بحسبه؟ ارتفاع النقطة زائد الريدنج اللي هون اللي هي باك سايت. النقطة الأخيرة بحكي الارتفاع هذا ناقص الواحد ارتفاع الريدنج اللي هون من المسافة. بخلص السؤال. أنا بتمنى أن يكون هذا الشريح تم بقرأ بطلع معي الريدنج صح. بتمنى أنه السؤال تنفهم. يعني صراحة أخذ الفيديو طويل اللي بحل مشان تحل السؤال كامل بدي 10 دقايق ربع ساعة مثلا. مضطر أنك تحضر الفيديو. سو في سؤال رابع كمان مشكلة في بروبلم كمان يعني بس هذا بدي امشي مع عليهم سريع. اللي وين ميكينج الونجستوديونال ليفرينج فور سنتر لاين معطيك هاي. اذا النقطة الرابعة 9 انترميديت سايت اول شيء مش نقطة ريدنج اول شيء هاي. يعني لما يقول لك بوينت عندك اول ما تشوف تيرنينج بوينت وتكمل لانه ريدنج 10 مش بوينت 10 لازم تركز. اللي ريدنج طلع ريدنج الريدنج 1 بعرفنا باك سايت ريدنج 10 هي فور سايت. شو قال لي بعدين؟ نقطة ريدنج 4 الريدنج 4 قال لي هي اي سايت. النقطة 9 هي اي سايت. ركز بشغلة بقول لك بس هاي وهاي اي سايت هذولا مش اي سايت تمام. لازم اذا بد يعني اذا انت المفروض تحكي خلص هاي اي سايت اي سايت اي سايت اي سايت اي سايت ورك صح 100%. هو الامتحان او هو السؤال هون يعني لو انهم هذول اي سايت ليش قال لي بس هاي وهاي اي سايت؟ قال اذا هاي اي سايت لك بدهم يكونوا باك سايت وفور سايت. كيف تعرف؟ باك سايت بعدها فور سايت بعد كل فور سايت في باك سايت سايت اي سايت فبالتالي فور سايت مستحيل يكون اي سايت باك سايت. يعني باك سايت دائما بعد الفور سايت بالتالي هاي باك سايت بالتالي هاي فور سايت بالتالي هاي باك سايت انترميديت سايت وفور سايت. الحل خلاص هاي تيرنينج بوينت انترميديت سايت هاي تيرنينج بوينت تيرنينج بوينت ثري تيرنينج بوينت. عندي اربع مواضيع للميزان هي تيرنينج اربع مواضيع للميزان. شو بتعمل؟ ما يعطيني الاليفيشن الاولى والمسافات 30 كلنا بنحكي عنهم بعدين ان شاء الله. شو بعمل؟ نفس الطريقة هاي زائد هاي بيعطيني هاي هاي ناقص هاي بيعطيني هاي هاي
زائد هاي بيعطيني هاي هاي ناقص هاي بيعطيني هاي هاي ناقص هاي بيعطيني هاي هاي زائد هاي زائد هاي بيعطيني هاي هذا النص بونت بعدين هاي ناقص هاي بيعطيني هاي بعدين هاي زائد هاي بيعطيني هاي بعدين هاي ناقص هاي بيعطيني هاي هاي ناقص هاي بيعطيني هاي. يعني شو اللي عملته؟ طبقت القانون خلص. أنا من وضع أنا خلص من لما أمشي من فوق من فوق لتحت سهلة خلص. هاي زائد هاي بيعطيني ال اتش اي مبينة. أنت تحسب الإليفيشن ده إيش بطرح؟ هاي ناقص الفور سايد. أنا هون من الممارسة عرفت، بس أنت بالامتحان ما بدي إياك تكون ممارس، ترسم الرسمة رجاء. تمام، هذا الفيديو الجاي راح كان في تك وأي شيء ثاني أتوقع. خلينا نشوف هون نترك رسمين نفس الرسمين. بقول لك هون بس قال لك انه نو انت ذات الريفيشن 0.4 قال لك اختار نقطة 4 ميلي. يعني هاي البنش مارك بس انه كيف تحدد من خلالها؟ يعني اعطاك الارتفاع هذا. تمام، شوف هذا التريك فيه تريك، يعني اعطاك الارتفاع هذا. ايش انت بدك تجيب الاتش اي اللي هون والاتش اي اللي هون لانها تيرنج بوينت؟ بكل بساطة صعب بطل تجمع سايد او نحط نفس خط ترى تطلع في اي سايد سايد then هاي تيرنينج بوينت. فبالتالي هاي فور سايد تباك سايد اي سايد فور سايد باك سايد اي سايد فور سايد. الحل صح. شو بعمل هسه؟ انه هاي تيرنينج بوينت، فبالتالي انا الاليفيشن مشترك معطيني انا 4 معناته هاي اتش اي مثلا 1 وهاي اتش اي 2. بحكي الاليفيشن زائد الريدنج اللي هون يعني ال HI اللي هون، يعني ال elevation زائد ال foresight يعني ال HI اللي هون. لما جبت ال HI اللي هون نقص ال reading بيعطيني ال elevation، HI اللي هون نفسه هون نقص ال reading بيعطيني ال elevation اللي هون، ال HI اللي هون نقص ال reading هاي بيعطيني ال elevation هون. شايف لما تكون رسمي معاك أو لما أنت ترسمها بدون ما تعبد هون ال HI اللي هون قديش بيساوي ال elevation 13. يلا ال elevation اللي هون بيساوي ال HI ناقص ال reading هاي، elevation اللي هون بيساوي ال HI ناقص ال reading هاي، HI اللي هون بيساوي ال elevation زائد ال reading هاي. طيب ال elevation اللي هون بيساوي ال HI اللي هون اللي هو نفسه اللي هون ناقص هاي، elevation اللي هون بيساوي ال HI اللي هون ناقص هاي. خلص السؤال. ترى كيف حليته انا؟ بس يعني قال لي اذا كل النقاط turning point سهلة back side سايد لا فور باك فور باك من بعد فور في باك فور باك فور باك ملاحظ باك. بس بتعمل قديش عندي تيرنينج بوينت 4 فميزان 5 ترسم الرسمة هون ما رسمتش الرسمة. السؤال هذا راح يكون وقال لي إذا أول نقطة ارتفاعها 30 المسافة بينهم خمسينات المسافة خلالها بعدين أول نقطة ارتفاعها 30 وبدي أمشي من فوق لتحت الجدول لما تعبي مرة هاي زائد هاي بعدين مرة هاي نقص هاي سوالف علمتك إياها أو ترسم الرسمة ورجع نرسم الرسمة. أنا شفت المرسم الرسمة هون مرسومة ريحت لك هاي النقطة هاي بحكي لك إياها مش راح أطول معي. السؤال الثالث اللي إذا النقطة الثالثة والسادسة فور سايت وارتفاع آخر نقطة هي 48، يعني هذا أنا بدي أمشي عكسي. قال لي إنه النقطة الثالثة والسادسة فور سايت. أول شيء باك سايت هاي فور سايت تمام. ريدنج الثالثة فور ستة هاي فور كل فور سايد في باك سايد هون باك سايد. بالتالي انترميديت 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 التيرنينج بوينت هاي عندي كم تيرنينج بوينت؟ اثنتين. تمام، عندي تيرنينج بوينت ثلاث موضوعين على الميزان اعطاني ارتفاع اخر نقطة. يعني لما ارجع للرسمة خلنا ارجع للرسمة بكل بساطة معطيني الارتفاع هاي. تجيب اتش اي بحكي هاي زائد اخر قراءة بطلع الاتش اي
لأن النقطة هاي اللي أنت بتحتاج هون بحكي الارتفاع الإليفيشن من الطلاب. ارتفاع ناقص القرار بيعطيني الإليفيشن. الأي سايت اللي جنبه ناقص الإتش أي ناقص ناقص الريدنج بيعطيني الإليفيشن. بعدين هون باك سايت أنا أجيب الإتش أي بحكي الإتش أي، مش أول شيء بجيب الإليفيشن بحكي الإتش أي ناقص الريدنج تبعت الباك سايت، أنا عشان أجيب الإتش أي اللي هون بحكي الإليفيشن زائد الريدنج الفور سايت. كمل طبيعي السؤال سهل. خلاص قال لي كولوم تيرنينج بوتون قال لي فور سايد ان شاء الله بالفيديو الجاي. اتمنى انه مهم جدا موضوع الجدول كيف تعمله، يعني صراحة كنت حابب اني احل سؤال كامل على الاكسل زي ما حليت اول سؤال اول. بتمنى انه حضر الفيديو واحتاج سؤال انه يبعث لي. بتمنى لي ان شاء الله انه اللي حضر الفيديو راح يحل صح. ويعطيكم العافية ان شاء الله الفيديو كان التقييم عشان نخلص الشابتر مع الفيديو.